عزوبية أهن البصرة رفعت راس أجمل من قصايدنا وأغانينا نعاين على المواقف واللي يصير هناك حتى القلب ما يدمعت عينه. اي والله الله على الحلوة ما أشكرت يا دنيا حلوش قلق على المرة مشكورة البارحة منطحت بوجود ربع قمت البارحة منطحت بوجود ربع قمت والكسر طاب وصفة عداي مكسورة بجيبي بس الجرح ودنيا علي اجت وواحد بجيبه سمه وما حد يجي يزوره. اي والله عافية. ايش منطيها انا الخلق غير الهلا ومرحبا. اي والله عاد عاد هذه بجيبي بس الجرح بس الجرح ودنيا علي اجت وواحد بجيبه سمه وما حد يجي يزوره. يا الله ايش منطيها انا الخلق غير الهلا ومرحبا وضحكه على قد الخلق ومرات تسيوره. اي والله ولا لأم العراقية البارحة اللي أذهلت المقدم الإماراتي عيب الله بكرمها وطيبتها الله الله هاي البسيطة اللي ساكنة بيت التجاوز أي أيوة والله هاي أتمنى الحكومة العراقية تبني لها قصر بالبصرة والله تستاهل على كرمها وطيبتها والله تستاهل أم القاها أم السبعة كنت الواحد بسبعين أم السبعة كنت الواحد بسبعين وكل أصبع بشفهم ينحزب زلمة نعم حزمه وما قعد حطهم ببال الموت ومن تشادر تشادر خلصت الحزمة ظليت على واحد عمره ست سنين حمدت الله عليه وقلت هم نعم هم نعم كل ما تمر أزمة يقول لي يمه تهون الله الله وعلي وياه كانت تبكي كل أزمة يوميا المنية يدق عليه الباب وضمه بروح روحه وغيرة تتهزم يجيني بطرق روحه وعدم بيومين وعلى صدر الشضايح حزام متحزم لا نوط على صدره لا خيط على متله ولا اجانب نوط ولد المسعدات قصور مستل النسي اللي يقول لي يمه دموعك بنطيح كل دمعه تشد بشتفه لفنجي الله الله ومن جونا اليهود التحق وانتانيه وجانا من المطار الطارش بعلمه وطرت مثل الحمامة على المطار بليل أصيح ياهو ابني وياهو جاب اسمي يا الله دلوني على ساتر باقي بس عظام وعلي أمة محمد تبكي ملتم هياكل صايرة الوادم أوجده شلون يا هيكل ألمه وياهو مالمة عرفت هيكل ابنه وبيها دوخ شلون وعلى رقبته إلى الحرز أبو اليمة لميته بعبات وما جب التابوت حتى سكر بدربه بيوم ما شم ورديت بدرب بغداد مو بغداد بيتها وكأنها جو غابة تفتيش بدربها واتفت شهود ونسوان اتفتش ماكو طلابة يرفع عن حيل يديها للسما الستار وتشوف الأمريك الصبح نصباب ومن جوني الولد حطيته فوق الراس وظل سيفه ينوح الولد بقرابة ومن جاسوني جسم انهد علي النوم وشعر راسه ويا راسي يدور طلابة بعيون الراس كفن ساعة التفتيش وبجن من فتشون عيون العصابة عيون الراس كفن ساعة التفتيش وبتشن من فتشون عيون الأعصاب الله 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 حسنت صح الله لسانك نعم هذه صورة صارت بالعراق.